كشفت أمسية الخميس تقارير إعلامية أوروبية عن اقتراب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان من تدريب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي. ونقل موقع فرنسي أن مدرب الريال السابق التقى لاعب البيازجي في مدينة إيبيزا الإسبانية خلال قضاء الثنائي إجازتهما هناك. وأوضح ذات المصدر أن زيدان تحادث مع فيراتي لأزيد من ساعة يوم الأربعاء الماضي في إشارة لقبوله الأولي لتدريب فريق العاصمة الفرنسية. يذكر أن سبق لماكرون رئيس فرنسا وأن أعرب عن رغبته في رؤية زيدان يدرب في البطولة الفرنسية.